بس السلام عليكم. صباح الخير. انا ماشي اتمرن برا اليوم، تمرين برا في درجة حرارة -5، فاوريكم معي كيف برا عامل. يو، انا طلعت بس ماشي الحتة اللي اتمرن فيها واوريكم التمارين. اتمرن هنا ورا هناك، ده كله حمام. ماشي لقيت واحد عامل رجل واحد هنا كان كبير يتوقع يلا شنو درجة الحرارة هي -5، بس الإحساس بديك -10 -12 انه يكون في شوية هواء. بس درجة الحرارة اللي هي الإحساس -10 أو -12 على شكل التلاجة اللي أنا فيها. Two thousand years later. Cut. Come on, boy. باي ولا تراي؟ باي دي جمدت باي. باي يلا ها، 1 2 3 هوب، تعال قريب. ايوه Go.
يو وصلنا لنهاية الفيديو، اقول لكم بيس، اشوفكم في الفيديو الجاي، وما تنسوا الاشتراك في القناة واللايك والكومنتات والحاجات الجميلة. Peace.